كنت عايز حضرتك في خدمه، تيجي معايا بس مع ويل المحامي، هيعمل لي بس عقد بيع وشراء، وعشان المحامي بس طالب شاهد من طرف انا. هتاخد 5000 جنيه في الموضوع ده، مش هياخد 5 دقايق في ايدك، الفلوس جاهزه معايا. الا الحاجات دي هتشهد بس الشهاده وهدي 5000 جنيه. انا ولا هدي نظرات الناس كانت مليانه رفض وغضب. وحضرتك هتشهد بس على الامضه بتاعتك. ماشي. الموضوع مش هياخد في ايديك 5 دقايق. تمام؟ هي دي صدمه. طب ايه الضرر في يعني معاك يعني، او ايه اللي خليك يعني متردد؟ حضرتك انا اشهد على حاجه مثلا غصب عني. عشان 5000 جنيه عشان شهاد يعني؟ ايوه. يعني انت لو بيع صح هتجيب واحد شهاد ب 5000 جنيه؟ بس موافق؟ ماشي اتفضل يا استاذ اتفضل. اتفضل تعالى. لا طبعا مش موافق. طب هديك 7000 جنيه، هديك 7000 جنيه. استنى بس ولا 10. طب سلمى ابوك انت عايز فلوس هتمضيها على ايه؟ بس واضح يعني هو واقف بصحته وبعقله يعني. ايوه فاهم كل حاجه حضرتك، حتى لو سالته ما هتاخد 5000 جنيه في 5 دقايق. امال حكايه ايه لو مش حكايه فلوس؟ حكايه ايه متردد ليه؟ طيب حكايه ان هو موافق او لا، حكايه ان هو موافق او لا. ماشي هيعمل فيك كده ابوك يا عم. ماشي هيعمل معاك كده. ماشي هيعمل كده ابوك يا عم. ماشي. طب هديك 7000 جنيه. لا انا مش على الفلوس، لو تديني مليار يا زلمه تديني مليار يعني. انا لو كلمت لا من غير ما تكلمه. امال ايه؟ طيب معنى كده ما يعرفش يعني كده انت بتشتغل بقى الراجل. خلاص لا كلمه، عايز تكلمه كلمه. كلمه يا عم كلمه. ماشي انت متردد كده عشان كده عايز تكلمه يعني؟ اعرف هو واقف بس. طب اتفضل عادي مش مشكله اتفضل. هنكلم محامي اهو، الراجل جه وهيشهد على العقد وخلاص مش هيتاخر. يلا يا ابني من ده عقد الايجار، خلينا نمشي. هي دي صدمه. انت هتروح مع عمك ده عند المحامي يا حاج؟ لا يا ابني. امال انت ايه؟ انا جاي عشان امضي عقد ايجار بس. عقد ايجار؟ ليه هو قال لك حاجه ولا ايه؟ لا قال لك حاجه ولا ايه؟ لا. هي دي صدمه بجد. اما القلوب تنسى الرحمه والانسانيه. الراجل ده عايز بيعك دمك، الراجل ده عايز بيعك دمك. انا بتمنى ابوي يرجع الدنيا طبيعي لك مشان يوكل، وبديش شيء منه. انا جاي عشان امضي على عقد ايجار بس. بقول لك عقد ايجار بس. نظرة ساعة فاهم صاحبك عادي له 10000 جنيه. يابا لو 100000 جنيه تهبل، يابا لو 100000 جنيه تهبل. طب عادي له 15000. يا عم انت ما تخليش اغلط فيك. والله تديني ملايين الدنيا هبقى ابوك يا زلمه. والله تديني ملايين الدنيا هبقى ابوك يا زلمه. هديك 7000 جنيه. لا هتشهد. لا يا عم الحاج ده بيبيعك، ما تمديش على حاجه ولا قدامه. طب انت عايز كام؟ ده بيسرق. طب خلاص طب حرام. ده بيسرق خلاص. ده حرام. ده بيضحك عليك. ده بيضحك عليك. صعبة بتبيع ابوك يا زلمه. مش ممكن يتعب مني. لو 100000 جنيه حضرتك مع عند ربنا هنعمل بيهم ايه؟ مع عند ربنا هنعمل بيهم ايه؟ بص طيب. طب بص هكلمك. طب هكلمك. والله هكلمك.